انا فرحانه جيت من مدريد لطنجة، بلادي عزيز عليا. جيت ندوز العيد مع العائله وفرحانه بزاف بزاف بزاف. بيان كل شيء، موي بيان موي بيان فينومينال و بياخي بيرفكتو. البياخي بيرفكتو لا ورده. وطنجة غزاله غزاله غزاله. كان انبيتاركم تجيو تشوفوا طنجة. توحشت البلاد بزاف وعزيزه عليا وفرحانه بزاف جيت من بلادي. شحال ما جيتي دابا؟ هادي ما جيتشي 2019 قبل كورونا. قبل كورونا دابا جيتي مع الوالدين تما العيد؟ ندوز العيد مع العائله سي. والحمد لله كل شيء مزيان الحمد لله. جيت من قرطبه. قرطبه واه كل شيء مزيان الحمد لله. الباطو زوين، بنادم مزيان، تقبلونا مزيان، الله عمرها دار. جيتي تعيد العيد ان شاء الله؟ جيت نعيد العيد وجيت لداري نشوفها وهذا الشيء اللي كاين. الفقيه بن صالح نوح بن ملال راه تفتحت عندنا حنا الطقاره دابا غنسهلوا عليكم. يلا الله يعاونك. شكرا بارك الله. انا جيت انا من قرطبه نيت ماشي لكازابلانكا ان شاء الله. الحمد لله كل شيء زين، الله يخلي لنا بلادنا ويخلي لنا مالكنا ويخلي لنا دولتنا والحمد لله والشكر لله ان شاء الله. اي هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله. بارك الله فيك. عواشر مبروكه علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. معلوم كل شيء مزيان. لا والله يا ودي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فعلا اليوم 5 يونيو 2024 تنطلق عملية مرحبا في صبغتها ولا سورتها 24، وذلك تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالمؤسسة باعتبار يعني ما تعنيه يعني عملية مرحبا عملت على تعبئة كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية لتساير هذه العملية في أحسن الظروف، وذلك بالتنسيق دائما مع كل المتدخلين في هذه العملية. طبعا هذه السنة تكتسي صبغة استثنائية بحكم أننا على مقربة من أحد الأيام السعيدة في حياة المسلمين عامة، وهي مناسبة عيد الأضحى، الأمر الذي يجعل أن مغاربة العالم سيتكاثفون بشكل كبير في مجيئهم إلى أرض الوطن لقضاء عطلة العيد مع ذويهم وبين أحضان عائلاتهم. وكذلك أيضا لابد من الإشارة على أن المؤسسة من حيث هي واجهة إنسانية للمملكة ويترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعمل على يعني الاقتراب أو العمل بقرب بجانب مغاربة العالم لمرافقتهم ومساعدتهم في مختلف يعني مراحل انتقالهم من أوروبا إلى شمال المملكة، وخاصة في ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة. الحمد لله انطلقت عملية مرحبا اليوم بميناء طنجة المدينة، وحنا كلنا مستعدين جميع المتدخلين في هذا الميناء تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن أننا نواكب هذه العملية ونسهروا عليها باش تدوز في أحسن الظروف إن شاء الله. من بين الاستعدادات اللوجستيكية والبشرية اللي درنا هيئنا عربات لنقل الحقائب، زدنا من العدد ديالها، زدنا من عدد الموظفين اللي كيديروا التشوير والمساعدة في وسط الميناء، درنا مجموعة من الوسائل اللوجستيكية باش نواكبوا هذه العمليه. ومن بين الوسائل اللوجستيكيه اللي كانت اتفقنا مع شركات البحريه باش يزيدوا من عدد الرحلات اليوميه للبواخر اللي غتقدر توصل في البدايه ديال العمليه مرحبا ل 16 رحله يوميه، وتقدر توصل ل 24 رحله يوميه باش نكونوا مستعدين للعدد الهائل ديال مغاربه العالم اللي غيدخلوا عندنا ان شاء الله. ومقارنه مع السنوات الفارطه هذه السنه ان شاء الله كنتظروا ان العدد ديال الوافدين غيكون اكثر من السنه الفارطه اللي كان فيها 680 الف مسافر و103 الف ديال السيارات، وبنسبه اللي تقدر تتجاوز 10% ان شاء الله.